تعالوا دلوقتي نشوف برضو أخبار النادي الأهلي، لكن من على مواقع الإنترنت. موقع كورة: تعديل وحيد في تشكيلة الأهلي أمام الجونة. بوابة أخبار اليوم: جوزي هذا ما يحتاج الأهلي وموقفي من قيادته. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: قمصان يقود مران الغائبين عن مباراة الأهلي والجونة. البوابة: حسام عاشور راح من مران مستبعدي الأهلي. الشروق: رباعي الأهلي واصل التأهيل على هامش التدريبات الجماعية. فيتو: نزلة برد تبعد أكرم توفيق عن تدريبات الكرة في الأهلي. المصري اليوم: محمد يوسف يطمئن على برنامج تأهيل صالح جمعة. كورة: عادل عبد الرحمن مؤمن زكريا سيعود لمستوى بقوة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الألفي جاهزون لمواجهة سبورتينج في نهائي دوري المرتبط. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: رجال الطائرة يلفت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: رجال السلة يبدأ معسكر الإعداد لمواجهة الزمالك. الأهلي يشارك في فعاليات توقيع اتفاقية لا ليغا.